أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. تقدم معنا أيها الإخوة في الدروس الماضية في آيات كثيرة أنها تختم بالتذكير بقضية التقوى، وآخر آية كانت في الدرس الماضي هي قوله تبارك وتعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وأمر التقوى أمر عظيم أيها الإخوة، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ونجد التذكير بها دائماً في أحكام الشريعة، بل إن الله سبحانه وتعالى ذكر بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو خير خلق الله وهو المبلغ عن الله، قال يا أيها النبي اتق الله. والتقوى أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى، ولكن مراعاة هذا المعنى من أهم الأمور التي تصحح التصرفات والتي توقظ القلوب والتي تدفع الإنسان إلى اجتناب الأخطاء. هذا إذا كان مسلماً يوقن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبياً ورسولاً. هذه التقوى هي التي تزعه عن أن يتجاوز في الأمور أو أن يعتدي
أو أن يأخذ ما لا حق له فيه. ثم جاءت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه قضية لا يمنع منها إلا تقوى الله، لا يمنع من هذا الاعتداء وهذا الظلم البين إلا تقوى الله تبارك وتعالى. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك هذا النهي المشدد: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقوله بالباطل هذا قيد، يعني أن أكلها بالحق لا حرج فيه، لو أكل الإنسان المال بالحق لا شيء فيه، لكن المنهي عنه هو أن يأكل ذلك بالباطل. وأكل المال بالباطل له أبواب كثيرة وصور عديدة، كالغصب والسرقة والرشوة والاعتداء والظلم والبخس وأمور كثيرة كلها تؤدي إلى الأكل بالباطل، هذه كلها منهي عنها. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يذكر صورها وإنما ذكر المعنى الجامع لها وهو قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه كلها صور من صور أكل الأموال بالباطل، فتدخل تحت هذا النهي الذي ذكره الله تبارك وتعالى. قال: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعض الناس يعتدي ويظلم وقد يتقدم إلى الحكام ليثبت أن هذا الذي أخذه أنه حق له، وقد يتيسر له ذلك إما بمساعدة من هذا الحاكم القاضي أو غيره، أو بأن يكون خصمه ضعيفا لا يستطيع أن يبين، أو خصمه ليست لديه حجة ظاهرة فيأخذ هذا المال بغير وجه حق. حكم الحاكم لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، الحاكم بشر، الحاكم بشر له ماذا؟ هل يطلع على ما في القلوب؟ لا، لا يطلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب. الحاكم يحكم بناء على الأمر الظاهر الذي يبدو له. وقد روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه، أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، إنكم تختصمون إلي، وهذا هو رسول الله، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من البعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. هذه صورة واضحة. قال: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. فلا ينبغي أن يظن الظالم أن قدرته على تزويق الكلام وإثبات مدعاه أن هذا يحل له الحلال، حتى ولو أخذ حكما من الحاكم بأن هذا يخصه وأن هذا المظلوم ليس له شيء، هذا لا يغير من الأمر شيئا. وهذا تذكير لكل من تسول له نفسه أن يعتدي على مال غيره، لا يمنعه من ذلك إلا مراقبة الله، وإلا التذكير بالتقوى. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، يعني أنتم في قرارة أنفسكم تعلمون أن هذه ليست لكم. ومن ذلك أكل أموال اليتامى، هذا من أبين الظلم، كل ما حرم على الإنسان أخذه لأنه ليس له حق فيه فهو يدخل في هذا الظلم. ثم بعد ذلك جاءت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة، أية أهلة؟ هي
الأهلة القمرية، الأشهر القمرية، وليست هي الأشهر الشمسية، الأشهر القمرية، لأنها قد ارتبطت بها أحكام في شرع الله تبارك وتعالى. هذه الأشهر المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأولى والثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي الأشهر التي ثبتت الأحكام متعلقة بها، ثبتت أحكام الشريعة متعلقة بها، فلا بد من أن نتعلمها، ولا بد أن نحافظ عليها، ولا بد أن تبقى حاضرة في أذهاننا، نعلمها لكبارنا ولصغارنا ونورثها حتى لا تنسى، لأن الأحكام الشرعية مربوطة بها. ولماذا لا نأخذ الأشهر الشمسية؟ إذا كان هذا في مجال التعامل الدنيوي ونحوه والإدارة فلا بأس، لكن هذه الأشهر القمرية هي التي ارتبطت بها الأحكام الشرعية، فلا يجوز أن تغفل ولا يجوز أن تنسى، والله سبحانه وتعالى نص على ذلك في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والأربعة الحرم منصوص عليها، منصوص عليها: شهر المحرم، وشهر رجب، وشهر ذو القعدة وذو الحجة، هذه الأشهر الأربعة الحرم. قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما سبب نزول هذه الآية؟ ثبت أن اثنين من الصحابة، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وخيثمة ابن غنمة، وهما من الأنصار، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه، وفي بعض الروايات أن سؤالهم للنبي عليه الصلاة والسلام كان بناء على سؤال اليهود لهم، قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقا في الأفق في أول الشهر ثم يكبر حتى يمتلئ نورا وقت البدر، ثم يبدأ يتناقص حتى يعود كما بدأ في آخر الشهر؟ سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. هذه الأشهر ارتبطت بها مواقيت، ولا يلزم الإنسان المسلم أن يعلم ما هو السبب في ظهور الهلال، وما هي المراحل الفلكية، وما هي الأمور الحسابية المتعلقة بذلك، لا، هذه أمور ظاهرة ربط الله سبحانه وتعالى بها الأحكام، فقال في الصيام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال، وهكذا. فهذا الربط من الله تبارك وتعالى لهذه الأحكام بأمور ظاهرة يراها الناس جميعا، هذا من باب التيسير على المكلفين. هذه الأحكام العملية، هذه الأحكام الله سبحانه وتعالى ربطها بهذه العلامات الظاهرة حتى لا يكون على المخلوق مشقة في تعرف أحكام الله تبارك وتعالى. قل هي مواقيت للناس والحج، ترتبط بها أمور كثيرة. إنسان مثلا يشتري بضاعة ويتفق مع صاحب البضاعة أن يدفع له هلال الشهر، يعني بعد شهر، هذا علامة، هذه علامة ظاهرة. إنسان مثلا يريد أن يزوج أو أن يتزوج فيتفق على هذا الموضوع. إنسان مثلا يريد أن يطلق امرأته أو طلقها، فهذه الشهور ترتبط بها مواعيد كثيرة تتعلق بها أحكام شرعية، فلا بد من المحافظة عليها. لكن لا يعنينا لماذا
يبدأ الهلال بهذه الطريقة ثم يكبر ويكبر حتى يصبح بدرا ثم يتناقص، أين ذهب الهلال؟ الهلال موجود في الأفق، لكن هذه حركة دؤوبة، وهذا بخلاف الشمس. الشمس هي الشمس في كل الأوقات، لا تكبر وتصغر، هي هي، إنما الذي ترتبط به الأحكام هو الهلال وظهوره. قل هي مواقيت للناس والحج، متى نحج؟ إذا عرفنا طلوع هلال ذي الحجة ونحسب منه بعده عدة أيام حتى نصل إلى اليوم التاسع، فيكون اليوم التاسع هو يوم عرفة. هذه مرتبطة بأحكام ديننا، فلا بد من المحافظة عليها. إذن لا حرج، زال الإشكال، لماذا الهلال يبدو صغيرا ثم يكتمل حتى يكون بدرا يمتلئ نورا ثم يعود يتناقص حتى يذهب؟ هذه مسألة لا تعني. المطلوب ما هو؟ المطلوب أننا ندرك أنها ارتبطت بها أحكام شرعية فلا بد من تعرفها. قل هي مواقيت للناس والحج. طيب، ما دام أن الحج ذكر هنا والحج سبق له ذكر في قصة إبراهيم عليه السلام، فالحج مرتبط أيضا معرفته بمعرفة هذه الشهور. قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. كان أهل الجاهلية في عمومهم خاصة العرب إذا أراد أحدهم أن يحرم بالحج أو العمرة أحرم وخرج، فإذا عرضت له حاجة وأراد أن يرجع إلى داره فإنه لا يدخل من الباب وإنما يدخل من خلف الدار، فإذا لم يمكنه ذلك نقب الجدار حتى يدخل أو ارتقى على السطح ليدخل منه ولا يدخل من الباب. وكذلك إذا عاد من النسك بعد الحج أو العمرة لا يدخل من الباب وإنما يدخل من خلف الدار. هذا أمر لا يدل عليه عقل ولا شرع، وإنما هو من تسويلات الشيطان لهذه النفوس الضعيفة التي استزلها الشيطان هذا كان حال العرب في جزيرة العرب بالنسبة للحج والعمرة. إذا خرجوا معتمرين أو إذا أحرموا لا يعودون يدخلون بيوتهم إلا من الخلف، وإذا عادوا بعد النسك لا يدخلونها إلا من الخلف. بينما قريش وهم قوم النبي عليه الصلاة والسلام ومن وافقهم من بعض القبائل القريبة منهم كانوا يدخلون من الأبواب، ما كانوا يسمون الحمص. الحمص هؤلاء هم قريش، فهؤلاء كانوا يدخلون من الأبواب، لكن يعني عامة العرب الآخرون كانوا يصنعون هذا، فالله سبحانه وتعالى أبطل هذه العادة لأن هذه ليس فيها أي مصلحة، لا تعود على العبادة التي يتعبدون بها ولا تعود على الشخص المتعبد نفسه. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، من أراد البر، من أراد الهداية والخير والأجر، التقوى أن يتقي الله سبحانه وتعالى في عمله، سواء دخل من الباب باب البيت أو دخل من غيره، هذه كلها لا تؤثر ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها، هذا هو الشيء الطبيعي، هذا هو الشيء المعتاد، أن الباب هذا يوضع لماذا؟ لماذا يوضع الباب في الدار؟ حتى يدخل منه ويخرج منه. فالذي يعكس هذا الأمر ويغيره ويذهب للدخول من الخلف هذا يخالف العقل ويخالف المنطق من هذه الناحية. ثم بعد ذلك هو يبتكر عبادة لم يدل عليها دليل، وهذا فيه تذكير وتنبيه للمسلمين جميعاً أن يحافظوا على شعائر الله سبحانه وتعالى وعلى عبادته كما جاءتهم من غير زيادة ولا نقصان. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدعوه مباشرة وقال ربكم ادعوني
أستجب لكم. فلا يذهب الإنسان المسلم يستعين بمقبور أو بشيخ أو بولي أو بغيره يطلب منه أن يتوسط له عند الله سبحانه وتعالى في دعائه. الله سبحانه وتعالى أمره أن يدعوه مباشرة، ادعوني أستجب لكم. فهذه واحدة. ثم هنالك من العادات التي يرتكبها بعض الناس في كثير من أمورهم لا علاقة لها بالدين، وربما هم يظنون أنها من الدين أو يرتبون عليها أمورا لا يمكن أن تكون مقبولة لا عقلا ولا شرعا. يعني مثلا في بعض عند بعض القبائل في بعض البيئات أن الإنسان إذا تزوج ووضع الحناء في يده أنه يرزق الولد، وإذا لم يضع الحناء لا يرزق بولد. ما علاقة الحناء بحصول الولد؟ والإنسان المسلم يعلم يقينا أن الأولاد هؤلاء من أين يأتون؟ هبة من الله سبحانه وتعالى، هبة. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فما علاقة الحناء هذا الأمر اليسير أن تضعه في كفك لتحصل به على الولد؟ هذه كثير من العادات السيئة وكثير من المخرقة وكثير من الأضاليل التي تسربت إلى عقول بعض الناس، يجب أن يصحح الإنسان المسلم فهمه وأن يستنير في دربه وأن يلتزم بأهداب شرعه. ثم بعد ذلك هذه الآية وهذه الجملة من الآية ارتبط بها مثل حكيم يتعامل به الناس. قالوا البيوت تؤتى من أين؟ من أبوابها. يعني الإنسان إذا له حاجة عند إنسان لابد أن يأتي إليه مباشرة. يعني أردت أن تخطب امرأة ماذا تصنع؟ تذهب إلى خالها، إلى عمها، إلى صديقاتها، تذهب إلى من؟ إلى وليها. ها؟ هذا الباب. وهكذا في كل أمر يجب أن يتجه الإنسان إلى المدخل الحقيقي فيه. ائتوا البيوت من أبوابها، هذا مثل يتعامل به الناس، لكن الله سبحانه وتعالى أورده هنا حتى نعلم أن الأشياء يجب أن توضع في مكانها الصحيح. وأتوا البيوت من أبوابها، ليس من الأمور المستقرة في العقول أن يأتي الإنسان بيته من الخلف، إنما يأتي البيت من الأمام من الباب، لأن هذا هو الأمر الذي وضع الباب من أجله. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. لاحظوا الأمر بالتقوى يتكرر كثيرا. اتقوا الله في كل هذه الأعمال، في الإحرام، في الدخول، في الخروج، في أداء النسك، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو طريق الفلاح. ثم قال تبارك وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم ورضي عن أصحابه، لما كانوا في قصة الحديبية جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يريدون العمرة، فمنعتهم قريش في الحادثة المعروفة، ودارت المفاوضات بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين حتى انتهى الأمر إلى القبول بصلح الحديبية. وكان من ضمن شروطه وكان ضمن شروط هذا الصلح أن يرجع المسلمون في هذه السنة، أن لا يعتمروا، أن لا يدخلوا مكة، وأن يأتوا في السنة القادمة. هذا يعني أنهم لابد أن يلتزموا ببنود هذا الصلح، أن هذه من أخلاق المؤمنين، الالتزام بالعهد، التزام بما تم الاتفاق عليه. لكن المسلمين كانوا يخشون من ماذا؟ يخشون من نكث قريش، كفار لا يؤمن جانبهم، كانوا يخشون أنهم يمنعونهم مرة أخرى أو أنهم يستخدمون السلاح معهم، مع أنه المطلوب أن يدخلوا مكة بدون سلاح. فترددوا في هذا الصحابة، خشوا أن تمنعهم قريش
وأن يمكروا بهم كما مكروا بهم في الأولى. فالله سبحانه وتعالى أباح لهم، قال إذا منعوكم وقاتلوكم قاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، لكن ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. العدوان المجاوزة، لا تقاتلوا أناسا لا علاقة لهم بهذا الأمر، لا تقاتلوا ناسا ما قاتلوكم ولا أضروكم. وقد جاء في عدة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيان لما يسمى بدستور الحرب، أخلاق الحرب، الوصايا التي كان يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرسلهم في غزواته، ماذا كان يقول لهم؟ وقد أخذ بها أصحابه بعده، أبو بكر وغيره كانوا يوصون هؤلاء المجاهدين، ها؟ لا تعتدوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسراياه أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا، وفي بعض الروايات ولا تقطعوا شجرا، ها؟ ولا تذبحوا حيوانا إلا لمأكل. كل هذا بيان لأخلاق الحرب، يجب مع كل ذلك هذه الحرب مع ما فيها من الإيلام، من سفك الدماء، من إزهاق الأرواح، لكن يجب أن يكون للمسلمين فيها منهج يتميزون به عن غيره. الله علمهم هذا وأمرهم بهذا، وهذا يدلك على التفرقة الواضحة بين المسلمين وغير المسلمين. انظروا ماذا يفعل هؤلاء المجرمون الآن في غزة، يحرقون الأخضر واليابس ويقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ويدمرون الممتلكات. قال لا تهدموا بناء، مما جاء قال ولا تهدموا بناء وستجدون أناسا قد فرغوا أنفسهم للعبادة في صوامعهم، اتركوهم. وما أين هذا مما يجري؟ هذه أخلاق المسلمين، أخلاق المسلمين. هؤلاء لا يقتلون، لا يقتلون، قتلهم من العدوان، قتلهم من العدوان. ولذلك الله سبحانه وتعالى أوصى عباده المؤمنين بهذه الأخلاق، فتكون الحرب التي يحاربون بها ليست هي المقصودة في ذاتها، إنما المقصود تعبيد الناس لرب العالمين وإزالة الحواجز التي تحول بين دعوة الله وهديه وشريعته وبين الناس. هؤلاء الكفرة والظلمة هم الذين يحولون، فالمقصود من الحرب هو فتح الأبواب هذه وإزالة هذه الحواجز. هذه الحرب أيها الإخوة في الإسلام هي الجهاد، هي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. والجهاد سنة ماضية في هذه الأمة حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجهاد ذروة سنام الإسلام، لا يبطله جور جائر ولا عدل عائد. الجهاد باق في هذه الأمة، لكن عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه. والجهاد هذا قد يكون في بعض الأحوال للطلب أن يقوم المسلمون بالمجاهدة في سبيل الله لإيصال دعوة الله إلى الناس ولإزالة الحواجز التي تحول بين عامة الناس وبين تقبل الهداية، وقد يكون للدفع كما يحصل مع المسلمين الآن في غزة وفلسطين. هذا جهاد دفع، جهاد الدفع هذا لا يشترط فيه إذن من أحد، لا يشترط فيه إذن الإمام، ولا يشترط فيه إذن الوالد من الولد من والده ولا أحد، لأنه يدافع عن نفسه، ها؟ يدافع عن نفسه، فلذلك لا يستأذن فيه أحد، لأن هذا جهاد دفع. وجاء في الحديث من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ها؟ لكن جهاد الطلب
لا يكون إلا بإذن الإمام وتهيئ الظروف. فما يأتي كل واحد مثلا أو مجموعة مثلا يتحمسون ويذهبون ويجاهدون، لأن هؤلاء ليس لهم الحق في أن يبتدئوا الجهاد، وقد يجرون على المسلمين مصائب كثيرة لا يعني أعظم من هذه المصلحة التي يريدون تحقيقها. نعم. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، حتى في الجهاد لا تعتد. مما يروى أنه في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة العادل أرسل جيوشه إلى البلدان هذه في شرق آسيا يعني الدعوة والجهاد في سبيل الله، فجاءه أهلها يشكون إليه ما صنع قائد المسلمين. ماذا صنع قائد المسلمين؟ فتح البلاد ونشر الإسلام فيها. قالوا إن هذا القائد أنذرنا، لأنه قبل أن يهجم قائد المسلمين وجيشه على الأعداء لابد أن يخيرهم في إحدى ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية، أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا. فقالوا أمهلنا أياما، لكنه دخل علينا قبل نهاية المهلة، فما أسكتهم عمر رضي الله تعالى رحمه الله، لكنه أرسل معهم قاضيا من الحذاء ممن يعتمد عليهم، فذهب معهم إلى البلاد وأحضر قائد الجيش وأحضر هؤلاء واستمع إليهم، فتبين له أن ما قالوه هو الحق، أنه دخل عليهم بجيشه قبل أن تنتهي المهلة. فحكم القاضي بماذا؟ حكم أن يخرج جيش المسلمين من البلد. هذا الحق، هذا العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فلما بدأ الجيش يتهيأ للخروج ورأى أهل البلد هذا العدل الذي لا يمكن أن يتصور في غير هذا الدين ولم يحصل مثله أبدا، قالوا رضينا أسلمنا الآن. إذا كان هذا الدين ينصف جيشه المنتصر الذي دخل بلاد الأعداء واحتلها يأمرهم بكلمة واحدة من هذا القاضي المسلم أن يخرجوا فيمتثلوا، إذن هذا هو العدل الذي ننشده. لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لكن في حال القتال خاصة في ذلك الوقت وهذه الحال التي أشرنا إليها أن المسلمين كانوا يخشون من منع قريش لهم ومقاتلتهم، قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. لا بأس أن تقاتلوهم، أن تخرجوهم من مكة كما أخرجوكم منها، ما اعتديتم عليهم معاملة بماذا؟ بالمثل. والفتنة أشد من القتل، يعني هؤلاء لو قالوا لكم أنتم تزعمون أنكم جئتم بالدين الحق وأنكم تدعون الناس إلى الهداية، فكيف تقاتلوننا في البلد الحرام وفي الأشهر الحرم؟ قال الله سبحانه وتعالى والفتنة أشد من القتل. ما هي الفتنة؟ فتنة الظلم والكفر والشرك الذي كانوا عليه، وظلم المسلمين وتعذيبهم، وإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام من بلده، هذه كلها لا تنظرون إليها. ها، الفتنة أشد من القتل، أكبر شأنا. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. المسجد الحرام هذا، هذه مكة، هذه البلدة المباركة، لا تقاتلوهم، يحرم فيها القتل والقتال، الله حرمها. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في يوم النحر، خطب الناس وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال إن مكة
حرمها الله ولم يحرمها الناس، هذا حكم إلهي يعني. ها؟ ولذلك بقيت هذه آمنة، وامتن الله سبحانه وتعالى على قريش بماذا؟ أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كل أنحاء الجزيرة العربية تتعرض للظلم والنهب والقتل، لكن هذه البلدة من دخلها كان آمنا. حتى في الجاهلية يرى الرجل قاتل أبيه في الحرم فلا يتعرض له، هذا من رحمة الله ومن فضله وكرمه. فلذلك الله سبحانه وتعالى ذكر المؤمنين لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا في حال واحدة، إذا قاتلوكم فاقتلوهم دفاع عن النفس حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. أنتم الآن لم تقصدوا هتك حرمة الحرم، إنما قصدتم رد هؤلاء المعتدين ومجازاتهم بمثله، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. غفور رحيم عن ماذا؟ عما سلف. إن انتهوا عن كفرهم وشركهم وظلمهم وعادوا إلى الدين الحق فإن الله غفور رحيم عن ماذا؟ عما سلف، عما سلف، كما بيّن الله تبارك وتعالى ذلك في قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم الله سبحانه وتعالى قوى عزيمة المؤمنين على الجهاد في سبيله والقتال، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا القتال، هذا الجهاد ليس مقصودا لنفسه لكن حتى للقضاء على الفتنة ولتعبيد الناس لربهم تبارك وتعالى. الشهر الحرام بالشهر الحرام، هم أخرجوا المسلمين في الشهر الحرام من مكة، وهم ضربوهم وظلموهم وآذوهم في الشهر الحرام، فلو أنكم أنتم حصل منكم رد هذا الاعتداء في الشهر الحرام فلا حرج عليكم، لأنه معاملة بماذا؟ بالمثل. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، هذا الذي يحصل منكم إذا حصل واحتجتم إليه فهو من باب رد الاعتداء. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ها؟ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني لا يجوز أن يتجاوز الإنسان المسلم في هذا الأمر. وذكرنا قبل قليل نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء، قتل الأطفال، وقتل الشيوخ، وقتل المتعبدين في الصوامع، والنهي عن هدم الأبنية وعن قطع الأشجار المثمرة. هاي تقطع الأشجار المثمرة، لا تقطعوا شجرا مثمرا، هذا الشجر ينتفع به الناس، ها؟ ينتفع به الناس، لكن لو تبين أن بعضا من هؤلاء الصغار أو النساء أو الشيوخ هؤلاء أو أصحاب الصوامع هؤلاء أنهم يساعدون الكفار في قتال المسلمين، هنا زالت الحصانة، زالت الحصانة عنهم، فاقتلوهم حينئذ، هؤلاء يقتلون. وفي أوقات عديدة من الأوقات التي حصل فيها الاعتداء، اعتداء النصارى على المسلمين وعلى بيت المقدس، كان المحرك والمتزعم لهذه الجيوش القسس والرهبان، ها؟ فهؤلاء الأصل أن لا يقتلوا، لكن إذا أصبحوا هم من يحرض على القتال وهم من يدعو إليه وهم من يعين عليه فهؤلاء يقتلون الآن، زالت عنهم الحصان. كذلك حتى هؤلاء الزمنة، يعني الإنسان الذي لا يستطيع أن يتحرك، مقعد أو نحوه أو كبير السن، لكنه الآن في زمننا هذا يجيد بعضا من أمور التقانة، مثلا يستطيع أن يتعامل بوسائل الاتصال، بوسائل التجسس، أن يوصل أخبارا، هؤلاء حكمهم حكم من؟ حكم المقاتلين، فهؤلاء يقتلون. قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله، اتقوا الله. لاحظوا أمر التقوى في كل هذه الأحوال،
يدور معنا، لأن هذه مسألة قلبية، مسألة قلبية. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كان في غزوة وكان هناك رجل من المشركين فارسا مغوارا شديدا على المسلمين، لا يلقى أحدا إلا قتله، فعمد له أسامة رضي الله تعالى عنه، فلما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، الآن تقولها بعد كل ما صنعت، فضربه أسامة فقتله، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب النبي عليه الصلاة والسلام ونادى قال أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله إنما قالها اتقاء من السيف. قال هل شققت عن قلبي؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ ها؟ لذلك في مثل هذه المواطن استصحاب التقوى، ها؟ استصحاب التقوى في غاية الأهمية. في مسألة مرت في حديث النبي عليه السلام وهي قوله لا تغلوا. الغلول ما هو يا أخي؟ الغلول في المعركة الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، قبل أن تقسم، لكن بعد القسمة لو جاء في نصيب واحد من الناس شيء له، لكن قبل القسمة رأى شيئا فاستحسنه فأخذه أخفى، وسيضاف إليه نصيبه بعد ذلك. هذا هو الغلول، خيانة، وهذا لا يمكن أن يتأتى في حق الأنبياء، لأن الله عصمه، وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل من غير الأنبياء يأتي بما غل يوم القيامة. النبي عليه السلام نهى، قال لا يأتيني أحدكم وعلى ظهره يعني بعير أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، تصيح يعني، ويحملها في يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. هذا الغلول، ليس بالضرورة أن يغل الإنسان شاة أو بقرة أو ناقة، لا، أي شيء يأخذه. حدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في بعض مغازيه أن كان معه رجل، وقيل أنه كان من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، كان فارسا وقد أبلى بلاء حسنا في قتال الكفار ثم قتل، وانتهت المعركة، وعندما جاءوا يتفقدون القتلى وجدوا هذا من بين القتلى، فأثنى عليه الصحابة هنيئا له، يقول الشهادة هنيئا له الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكم وما قال لهم وما يدريكم إنه في النار، لا حول ولا قوة. كل هذا العمل الذي عمله وهذه النكاية التي نكأها في العدو ونفسه هذه التي قدمها في سبيل الله كلها ما شفعت له؟ استغرب، قال في عباءة غلها، أخذ عباءة وأخفاها يريد أن يختص بها. الغلول، هذا الأصل فيه الغلول في المعركة، لكن الغلول الأخذ في زمننا هذا وفي غيره، الأخذ من المال العام، الأخذ من المال العام هذا غلول. إنسان مثلا ولي ولاية، محافظ، أمير، وزير، مسؤول إدارة معينة، وكان تحت يده أمور كثيرة يستطيع أن يأخذ منها لنفسه أو لأولاده أو لمن يحبهم، كبر هذا الأمر أو صغر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأداء كل شيء، حتى لو كان مخيطا صغيرا، هذه الإبرة لا بد من أدائها. فبعض الناس لا يتورع، لا يتورع كما يحصل في كثير من الأحيان في هذا الزمن، يأخذ، هو متولي، هو وزير، هو مسؤول، يأخذ من الأشياء المقتنيات أو من العربات أو من الأموال، هذا غلول. ولماذا كان هذا الأخذ من المال العام غلولا؟ لأن المال العام هذا ليس خاصا بشخص واحد،
الأخذ من مال شخص واحد ماذا يسمى؟ غصب أو سرقة. لكن هذا من المال العام الذي يشترك فيه جميع المسلمين، فالجناية هنا ليست على واحد، إنما الجناية على الجميع. ها؟ فلذلك الغلول من أخطر الأمور التي قد لا يتنبه لها بعض الناس ويتساهلون في شأنها، ويقول هذه مسألة بسيطة ويأخذ بحكمي، ودرجوا على ذلك في كثير من البلدان وفي كثير من الأحوال أنه هذه أصبحت مسألة مألوفة لا حرج أو لا يتورعون عن أخذ شيء من ذلك، وهذا كله من الغلول الذي إن لم يسألوا عنه في الدنيا سيسألون عنه في يوم القيامة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكر بالتقوى في كل هذه الأحوال، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. في كل هذه الأحوال التذكير بالتقوى، وهذا فيه عبرة أيها الإخوة، لأن هذه مسألة قلبية، ولأنها قد تخفى على كثير من الناس. البشر مهما أوتوا من الفطنة والذكاء والتيقظ والانتباه، لكن قد تفوت عليهم أشياء كثيرة، تفوت عليهم أشياء كثيرة. ما الذي يردع الناس عن ارتكاب المآثم؟ هو تعزيز قضية التقوى في النفس. التقوى أن تعبد الله، الإحسان، والتقوى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ها؟ النفس هذه إذا دعتك إلى شيء من فعل هذه المآثم أو أخذ ما لا يحل لك في ظلمة، ها؟ وإذا ابتليت بزلة في ظلمة، والنفس داعية إلى العصيان، ما في أحد يراك، فاستحي من نظر الإله، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذا الظلام الذي يلف الكون والذي يمنع من الرؤية، من الذي خلقه؟ الذي خلقه هو الذي يراك. فكلما تعززت قضية التقوى في النفس، كلما سهل على الإنسان التزام أحكام الله والبعد عن كل هذه الأمور التي توقعه في غضب الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله نصرا لإخواننا المسلمين المضطهدين المظلومين في كل في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن ينتصف لهم ممن ظلمهم، إنه على كل شيء قدير.